السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة دي بنتكلم على درس من الدروس بتاعة البايثون الخاصة بإن احنا ازاي بنعمل ريدنج للانبوت فروم الكيبورد، ازاي نقرأ المدخل اللي ادخله اليوزر من الكيبورد. كنا بندخل الحاجات اللي بندخلها كقيم ثابتة جوه الكود. انا مش عايز كده، انا عاوز المرة دي ان انا هطلب منه لو سمحت دخل الرقم الاول اخده واشتغل واخزنه، بعد كده لو سمحت دخل الرقم الثاني اخده واشتغل عليه، بعد كده لو سمحت دخل اسمك، لو سمحت دخل عمرك، لو سمحت دخل يعني. فهو اليوزر بيتفاعل معايا في السيستم الصغير والبرنامج البسيط اللي انا بعمله. خلاص، يبقى ازاي نقرا الانبوت اللي بتتكتب من اليوزر من الكيبورد بتاعته عشان اخد القيم دي احطها جوه فاريبل وبعدين اخزنها جوه فاريبل وبعد كده هشتغل عليها وابدا اعمل اي كالكوليشنز او اي حاجه ثانيه من خلال البرنامج بتاعي. الفكره كلها اللي احنا هنشتغل على بيلت ان فانكشن موجوده جوه البايثون اسمها انبوت. اسمها ايه؟ انبوت. طيب الجنرال ستراكشر بتاعها او شكل الكتابه بتاعتها في الغالب بنكتب هنا اسم الفاريبل ونقول بيساوي والانبوت، وهنا بنحط سترينج مسج، وهنا بنحط سترينج مسج. يعني ايه؟ بكتب بالشكل ده دايما في الغالب. هنا في variable، هنا وفي هنا assignment operator، في كلمة input خلاص، وفي هنا المسج أو prompt message. prompt message يعني الرسالة اللي احنا بنقول اليوزر فيها لو سمحت أدخل عمرك، لو سمحت أدخل اسمك، لو سمحت أدخل الحاجة اللي بنطلبها منه. هنا message string message، ماشي. دي هنا string ايه؟ string message دي هتتعرض على السكرين، هتتعرض على الاسكرين عشان اليوزر يفهم انت المفروض عايز تاخد منه ايه. خلاص، وبعدين ناخد القيمه دي نحطها الانبوت، تاخد القيمه من اليوزر، وبعد كده طبعا بتوقف في البرنامج لغايه لما اليوزر يدخل قيمه. اول ما اليوزر يدخل القيمه ودوس انتر هتاخد القيمه اللي دخلها اليوزر، والاساينمنت تحط القيمه جوه مين؟ جوه الفاريبل ده. يعني لو احنا جبنا عملنا كده عشان ناخد مثال، وجينا مثلا على سبيل المثال قلت له مثلا book name اسم الكتاب ده الفاريبل بتاعي، او احنا ما بنحبش نعمل كمان كيس، ماشي، book name اسم الفاريبل بتاعي، وعايز اقول له لو سمحت input، يعني عايز اخلي ده هاخده من الاسم من اليوزر ذات نفسه. كل اللي انا هطلبه منه هقول له مثلا ايه؟ what is your favorite book، ايه افضل كتاب بتحبه، وخلاص، او book name او book title، ماشي، وقفلت. خلاص كده المسج دي المفترض هتظهر لليوزر، المفروض المسج هتظهر لليوزر، والقيمه اللي هيدخلها لاسم الكتاب هتتخزن جوه الايه؟ جوه البوك نيم. وبعد كده طبعا هتفضل البرنامج متعلق لغايه ما يدخل اسم، او ما يدخل اسم يدوس انتر، يعني هيتخزن الاسم ده، هيبقى البوك نيم ده الفاريبل ده شايل اسم الكتاب اللي اليوزر دخله. بعد كده هنعمل له مثلا برنت، وهقول له مثلا البوك نيم نقطتين كده، واقول له جنبيها طلع لي الفاريبل اللي اسمه بوك اندرسكور نيم، وقفلنا. خلاص هسيب الفايل ده، هسيب الاكزامبل ده، ونقول ده اكزامبل 8 تقريبا، وعملنا سيف خلاص، وندوس في 5، طلع لي رساله قال لي وات از يور فيفوريت بوك. المفروض كنا طبعا حاطين علامه استفهام وخدنا سبيس عشان تطلع لليوزر، طبعا كرهتش كده، فخلاص هو زي ما انت كتبت، زي ما انت بتكتب زي ما هو بيطلع بالظبط. فقلت له مثلا يعني بايثون بروجرامينج مثلا، لما ادوس انتر قال لي البوك نيم بايثون بروجرامينج. خلاص هنا تلاحظ ان هو ساب تو سبيسز، لان انا كنت ساب في الكود سبيس، وهنا سبت كمان سبيس. مفترض ان انا كنت اعمل ايه؟ كنت اقول له مثلا واتس يور فيفرت بوك واستفهام وسبيس. خلاص يبقى كده ده التكست اللي هيظهر لليوزر. خلاص زي ما يظهر لليوزر بالظبط، دوست كنترول اس ودوست اف 5،
فنفترض انه يظهر هنا، قال لي وات از يور فيفرت بوك، وفعلا سايب لي سبيس ومديني الفرصه ان انا اكتب اللي انا ايه اللي انا عايزه مباشره. ظبطتها هتفنى دوست انتر، قال لي بوك نيم بايثون بروجرامينج مباشره زي ما احنا شفنا كده. بعد كده دي كانت الايه الانبوت فانكشن.